السلام عليكم شباب، شلونكم وشلون الصحة؟ إن شاء الله زينين. رجعت وياكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. حلقتنا اليوم تحكي عن صيد الطيور في مكان السويب بالتحديد. حاليا أنا اليوم بالقرنة اللي هي في محافظة البصرة. شباب طبعا اليوم حلقتنا مختلفة. شلون؟ راح نجمع شغلتين بحلقة واحدة. اليوم راح نصيد الطيور وبنفس الوقت راح نصيد سمك. يعني ما أنصحكم تفوتون هذا الفيديو، كلش حلو. تحياتي لكم. انتظروا. شوف الجو يا ابي، شني هذا النوش احمر؟ هذا شني؟ هذا شنو؟ هذا في الليل شنو؟ هون هذا بالماء طيران يابا. طيور ايش بيك؟ والله ما ادري. بيوض هذا حمود؟ خذات ها؟ خذاك هذا بالماء. وينك وين اكو بيوض؟ ها مو ذاك شمرتك شمرتك. احلى التحية لاخواننا الصيادين. يلا عاش عم الصياد قديم صيادنا. سمك يمك بعد؟ يمي سمك ان شاء الله. ام العشرة؟ لا ام الستة. يلا لك. يلا 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 الماء المالح انه ماء عذب. هذا بيضرب منه موسي. انا قد تجمع الحطب بعد، لازم نحطب. حميد الزينة، حميد الزينة، خلوا راح ادور لي كم حطب. بعد قلبه اي شنو جايب؟ هاي كلنا نحرقها اليوم. انا طلعت الله يشهد. والعباس تو ها حتى بعثي تلبط بالله. عمي عايش تيدك في العباس ما كويتي شوي ضيم. يا اخي اقول له دنق راسك شوي على الاقل حتى يحسن بيك. لا بيت صخام موسى يختل وحسين واقف فوقه. ولك وصلنا هناك حميد يمهن كلش حلقي قلت له يلا بس دنق حتى ما شفتنا ابو عيهم. انا اسف ما يا ابو عيلك مزينه ام العظم. بس عليه ليمونات شوية، زاد ترشيات شوية، تحط ترشيات بكبرها. بباع البقا شين هاي؟ شباب ما قصروا، طلعوا سمكي. والعباس مسحوها مسح. وين رايح انت؟ انا اجيب لك بيوضي؟ ما اريد بيوض، انا ما اكله. ايش تجيب لك؟ ضيري. طرق يا ضير وين عايش انت؟ يلا زرقي. شلون هو زرقي صح؟ ولا ابغى لي هو الي الله بعد جو من هنا. منه تعدلنا. تعال طار طار. يولي يولي يولي. وقف. اوه وقت على ميت. هذا طب مريض سمويتي طرقاع. عمي بالعباس مو صياد. بالعباس عميد بجيد راسه بس شكله. يلا روح جيبه روح جيبه. شنو سمويتي وين يا منول؟ خليك الحداي
بس خلنا نشوفه وينه وينه. واضح ماي ما يشوفه. طريقة. اي غط ارفع سروالك. ارفع ارفع ارفع. جاموسة وطم زيت. ايوه علي. لا تروح لحمله عليك ابو فاضل. صيومي. يا عليك. بالعباس صياد راقي. بالعباس وين لبت. هسه على يدك اليمنى. لا رحت بعيد. على يدك اليمنى قبل. على يدك اليمنى. ولك ما راح لينوك. اي والله راح ننزل وراه للشغل. لعبه مصلش والله. ها؟ وين راح؟ ترقعها مو صيوم وضيف. لا. يكرم الله. يلا تعشى بي واقرا لي الفاتحة. احلى صيومي يا ابو الصبح. نعالي وين طق على وعلى زله غسل له اخطي ولك من انا من طبيت هنا طقت من حديده موتتني. انت شو الثاني بي حسين؟ الامام علي شو الثاني بي؟ افطر علي؟ انت اسكت مويد 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 اطلع منا اطلع منا. هذا اللي قدامك زين. زين تكسر يا صابه. خل اوقف يا طبي بي حطه. ها جديد ها جديد كامل مساع ورم يرا كل شوكه تخرب رجلي ولا الثاني. هاي النقره مال الخنزير. هذا الخنزير وينك الضبط يا بي؟ مفلش والله. طيب حياتك والله طني احلى بيوضي. العيون اليوتيوبر موسى عيوني. طبعا التعب يقرا الف بالحسين متت يعني الشمس ايش على روسنا واقفه من غير الطين اللي برجلي والشوك كل ساعه الف الف شوك اطقني. شباب لا تقصرون وياي باللايك. هنا تكون انتهت حلقتنا مالت اليوم يا شباب. اتمنى ان شاء الله عجبتكم الحلقه ولا تقصرون وياي باللايك والاشتراك. ان شاء الله تكون حلقه ممتعه مثل ما شفتوا صدنا بيها طيور وصدنا بيها شوي سمكات وشوينا سمكات وتغدينا وشبعنا والحمد لله والشكر. لا تقصرون وياي باللايك والاشتراك. الف مره اقولها لايك هو اتش ضغطه وخسفه خسف. تحياتي لكم.